لأن أعتقد أن لو تعطي الكلمة للمواطنين دون التأثير الجماهيري ما يسمى اغتصاب الجماهير الذي وقع في بلدنا بطريقة مشبوهة لكن سلمية سلمية ما قلناش. لكن في الحقيقة أنا أود أن أقول أن ما هذه التحديات لابد أن لا يمكن أبدا أن نستمر في هذه الحالة دون أن يكون الرئيس معروف ذو شرعية كاملة. لهذا الجيش يحتاج إلى رئيس، يحتاج إلى رئيس شرعي، كذلك الدولة تحتاج إلى رئيس، الأمة تحتاج إلى الرئيس. في علاقتنا مع الغير لابد من رئيس. المستقبل لله، لا ندري ماذا يمكن أن يحدث، فإذا حدث ما ليس في حسبان. الرئيس المنتخب هو المخول، هو المخول لاتخاذ القرارات مع رئاسة مع الجيش للدفاع عن البلد. من يضمن لنا، من يضمن لنا ماذا يحدث في المستقبل؟ ولهذا من أعجل المستعجلات أن يكون لنا رئيس.